بعد ما حكينا هون في الساعة الأولى نحكيو فوت ومقابلة الاسبيرونس والإتوال ضمن الجولة الخامسة اليوم الشامبيونز ليج الإفريقية. الاسبيرونس ضد الجيل البيضاوي اليوم تلاقى من 8 متاع الليل، وغدوة إن شاء الله الإتوال تواجه الأهلي المصري. وضيفنا اليوم واحد من اللاعبين اللي لعبوا في الزوز جمعيات هذو مروان البكري، اللاعب السابق الترجي والنجم. مرحبا بك مروان. مرحبا بك خويا إسلام. شنو أحوالك؟ الحمد لله. الامور لا الحمد لله يا ربي. خويا بعيد على الايميديا عندك برشا ما تظهرش، شو منك انت ولا شنو بالضبط معناها؟ لا والله شو مني انا؟ يجوني معناها يكلموك معناها يكلموني شو مني انا؟ علاش؟ والله بون انا ما بعدش على الميدان، قعدت في نفس الميدان مع داير في اللاك، معناتها عندنا اكاديميه غادي بروفيسيونيل، ومعناتها مع نفس الميدان مع الصغيرات، اخترت باش نكون معناتها ناخذ معناتها الميدان هذايا. باهي مروان نحكيو على شوية على المسيرة نتاعك في نص ساعة الأولى قبل ما نحلو في نص ساعة الثانية ملف مقابلات الاسبيرونس والإتوال. احكي لنا على البدايات، اللي ما يعرفوش برشا بديت في الكلوب أنت. بدايات صحيح بديت في الكلوب أفريكان صنف إيكول، بديت في الكلوب أفريكان وبعد حولت من الكلوب مشيت للاسبيرونس وبدات مسيرتي. قد عملت في الكلوب؟ عامين إيكول. عملت عامين إيكول. علاش بديت في الكلوب؟ انت تحب الكلوب ولا شنو بالضبط؟ والله حكايه ضحك، هي معناتها حكايه معناتها ما عندي بها حتى علاقه. انا صغير وقت نلعب في الكوره للكوره بقى شنو وقت اللي هزني الكلوب افريكان اللي هزني الوالد كلوبيست انا فهمت. وفيك عندي عمي مهبول بالاسبيرونس ويتبع اكثر كوره و و اكسترا، مره بون صار التورنوا وقتها في بارك الاسبيرونس ونحن مع ليكول هزيناها نحن الكلوب افريكان، وقتها عرضوا عليا باش نحول معاهم. قعدت انا صغير ما نعرفش، بون جاء عمي دخل في الحكايه وهزني هو. وانت صغير تحب الكلوب ولا الاسبيرونس؟ انا صغير نحب الاسبيرونس الحقيقه، نحن العائله مقسومه على. وكيفاش كنت تلعب الكلوب وانت تحب الاسبيرونس؟ لا كيك ملي انا صغير ما عنديش مشكل، هاني في السينيور لعبت في الاسبيرونس وبعد لعبت في ليتوال ما عنديش مشكل. عادي معناها ايه عبري تو معناتها نلعب في حاجه نحبها، معناتها الانتماء لاي جمعيه هذاك البرة من التيران. فهمت. سينو معناتها نلعب في الكوره للكوره وكا. باهي احكي لنا كيفاش مشيت لاسبيرونس. مشيت لاسبيرونس وانا صغير وكا، وبديت من غادي معناتها من الاول ما لعبتش العام الاول فيك معناتها مع الكلوب افريكان، عندي سونس مع الكلوب افريكان. بعد بديت نلعب مع لاسبيرونس وبدات المسيره بتي تبتي بتي تبتي بتي تبتي حتى ايش لين معناتها وصلت جونيور. وقتها كانوا جونيور ثلاثة من المينيم. من المينيم حتى ايش جونيور، ما كانش ثم سبور، كان ثم سبور نحار دوها ثلاثة سنين جونيور. قعدت بريمير اني دوزيام اني جونيور، مازلنا كي بدينا تروازيام اني جونيور. وقتها جات شنو هي معناتها المنعرس صار وقتها فهمت، وصار معناتها فضل من عند ربي فهمت، عسان شيء وهو خير لكم. معناتها جات وقتها التورنو في الامارات هزوا الصغيرات الكل جونيور، قعدت كان انا ما هزونيش كان انا. علاش؟ بون صغار من حكايه فارغه. فما علاش ولا شو والله حكايه فارغه ولد مسؤول الجو نتاعنا نتاع تونس ولد مسؤول تلعب انت وياه صحيت الجو هذاك فهمت وقتها ما نعرفش حاجه من النوع هذا ما عندها حتى تفسير فاسون، حتى كان ما تلعبش وحتى كان هما 19 هما 20 ليسونسيال خلوني انا. وقتها جات الاسبيرونس عندها ماتش اميكال ضد اهلي طرابلس في البارك. باهي وقتها فوزي البنزرتي بادي فهمت. عام قداش؟ 93. 93 بدا كهو عنده 10 ملاعبين، عنده 4 ولا 5 بليسي وعنده 6 ولا 7 في ليكيب ناسيونال ما فهمت. دونك عنده 10 ما عنده شكون على البنك بالزهر. بالزهر جاوني كلموني حطوني على البنك، عطاني ربع ساعة في الأخر ومن غادي صار منعرش ربع ساعة نافع. قعدت معاهم وبعد جات وبنفس البريود هذيك الاسبيرونس مستدعية الإمارات ثلاثة جماعات ولا شهر فهمت على من طرف نادي الوحدة الإماراتي في أبو ظبي. طلعت مع السينيور ومن غادي قعدت غادي معناها ما طلعتش مع الجونيور، طلعت مع السينيور. طلعت مع السينيور ومن غادي قعدت انطلقت من غادي. مش عملت فيها ربع ساعة هذيك والله حاجات جو الحق نتاع ربي سبونتاني ما تعرف صغير وتمشي معاك جاس تكنيك ما عيط الجمهور فهمت. دونك عيط لي قال لي العب وين تحب وكيف ما تحب واعمل اللي تحب فوز. والله دونك نوجه له تحيه معناتها بالمناسبه هكا هو عاد مشيت الحمد لله يا ربي ولعبت بالكدا بالكدا وربحنا كان 0-0. شكون كان معاك وقتها؟ كان معايا وقتها هيثم عبيد، كان معايا حكيم، كانوا معايا اسامي كبار معناتها حسان
فهمت اسامي كبار وصلوا معي. قد عملت في السنيور 3 سنين؟ عملت في السنيور مع الاسبيرانس، عملت من 93 خرجت فان 97 معناتها جوان 97 معناتها 4 سنين هكاك. كيفاش تعداو الاعوام هذوك؟ والله شوف تعداو معناتها من ما ثماش ايتاب تتعدى بها في حياتك ما تخليلكش حاجات باهي، انا ديما بوزيتيف نحكي في الباهي. الفتره هذيك الحق نتاع ربي الافكتيف تاع الاسبيرانس كان افكتيف كبير وكبير ياسر شبيك، انا طلعت مع توفيق ومحمد علي مجوبي عيادي هيثم عبيد سراج الدين في البوست تاعك شكون كان موجود؟ تبارك الله 5 و6 معناتها، ومالغري سا فكيت بلاصتي ولعبت تيتولور، حسان كان الشيحي كان معنا، مروان قزمير كان معنا، هيثم عبيد كان معنا، كانوا برشا والله مؤسسه صعيبه صعيبه برشا وقتها، كان معنا حتى ليبوك هذيك وقتها معنا منظر مساكن اواخره فهمت دونك حتى عبد الحميد الهرقال اواخره زاد في الاخر نتاعو فهمت، مشيت معاهم بريباراسيون وقت الايطالي الحمد لله فكيت بلاستي ولعبت وبدات اموري معناتها ماشي الحمد لله على العال فهمت معاهم. كنت تلعب تيتولير؟ ما عندي حتى مشكل. في الاربع سنين كنت ديما موجود؟ لا صار منعرج اخر عام، المنعرج صار لي اخر عام بعد ما جيت من جوز اولمبيك وقتها، صار مع الاستاذ خالد بن يحيى فهمت، صار وقت المنعرج. شنو صار؟ المنعرج اللي كنت تلعب تيتولير كانت امورك واضحه، جاي من جوز اولمبيك انترناسيونال كل شيء معناتها الى حد اللحظه هذيك تو فا بيان. بعد لا كي جيت من ليكيب ناسيونال وقتها ماي فريدي ما قعدش برشا، وماي فريدي كان تفكر مدرب الايطالي وجوست بعد صغير دائما تفكرش بس كنت تفكر واحد عمره 6 سنين وقتها انا الحقيقه. اي بون ماي فريدي دائما نحكي لك شويه على التاريخ، ماي فريدي وقتها ما عملش معنا برشا شكرواك، عمل معنا شهرين ثلاثة والله ما نتفكر. ومن بعد أول هزيمة صارت مع النجم النادي الساحلي وقتها في المنزل، خسرنا وقتها مع ليطوال في المنزل، دونك نحاه وجاب خالد ديريكت، جاب خالد وكاوات ديريكت معناتها نلقى روحي على البنك وبدات عاد مع أنا صغير ما نعرفش ما عنديش هكا معناتها دي كونسي معايا اللي يوجهوك فهمت، خدم على روحك ما تسرعش يا لورو برا ما لعبتش تفك بلاستيك هذايا كل ما كانش صغير كنت تلعب وانترناسيونال تلقى روحك معناتها هكا ديكو تلقى روحك انت ما صبرتش. ما صبرتش والحق نتاع ربي معناتها ابار حتى ما صبرتش بسيف عليك لازم تصبر البريود هذيك وانت تعبت الفتره هذيك باش تصبر معناتها فهمت. مي ما حكيتش مع يحيى خرجت شويه الكوره من مخي نو الجينيراسيون هذيك ما تنجمش تحكي معاه وتاخذ وتعطي معاه فهمت. عنده نظره فوالا داير هو من النهار الاول اللي جا فيه مازال يا فتاح يا رزاق مازلنا كي باش نبداو نترناو وانا داخل جاي روتار وقت لونترينمون والله ما نعرفش علاش وقت روتار صغير من نهار الاول قال لي وقتها قال لي انت انا افهم انت تروح دربي يلعب فيها رير دروا اللي انا ما عندي حتى علاقه بري دروا. قال لك انت ما نعرفش علاش ما سببك هيك والله العظيم ما نعرف حتى سبب بالكش خاطر جاي مؤخر ولا عادي انت انا على عام كامل نحي لي فلوس عاقبني كي معايا ما نحبش بعدها ولا ثم بعد نلقى روحي على البنك فما شكون وصل له وصل له كلام عليك ما نعرفش بوتيتر ما عاد هكاك البيريود هذيك خدمه هذيك عند العباد اللي فلان عمل وفلان عمل هذيك خدمه عنده اصلا ما تقولش ما تعرفش بتعرف اي اي صحيح اي قول لي فاش شنو شكون وصل له عليك شنو هي الكلمه معناتها الشهيره عندنا فلان فست فهمت سهريات وجوازات الكلمه الشهيره فست ما يخسر عليك حتى شيء اسرائيل محتله العالم بدي بالاشاعات فهمت يربي كلمه ويقعد هكاك والناس تعطي اذنها والله اعلم مش عنده في مخه خاطر كل مدرب راهو وعنده عنده عنده معناتها ان بروفيل نتاع جوار في مخه عنده شيما تكتيك رسمها في مخه دونك معناتها ما تنجمش تجي تقول له وش بيك وعلاش وش بيني انا ما تنجمش ساسيرانيا دونك تقبلت ولا وتعرف شكون اللي وصل له كلام عليك ولا لا لا والله لا نعرف بتات اللي كانوا حتى هو تو مساكن حالتهم هيك تسخف الحجر اللي كان وصلوا للرئيس قبل مثلا في فلان عمل فيها وخرج فيها وطلع راح كاين مش نحكي لك فيها كلام يعني لازم نحكيوها لك اللاعبين اللي لعبوا معايا كل الفتره هذيك كلهم يحكيوها لك دونك كانوا هذيك خدمتهم فهمت هذيك خدمتهم يعسوا على اللاعبين يحب تقرب فليتو وكل الكلمه الاخرى شهيره معناتها لا اكثر لا اقل لو ساعات ما ثم حتى مقابل فهمتك ريان كوس باع خير سي فلان هذيك بالنسبه له يقعد يصرف بها عام كامل فهمت سي وقتها كان رئيس نادي سليم شيبوبا كان رئيس نادي سليم شيبوبا هو كان موافق معناها انك ما تلعبش ولا شنو رايه في الموضوع؟ طونكو ريزولتا ماشي
ما على بالوش. دونك يبدا هو خاطر اخته الرئيس نتاعنا قبل يمشي بوب كان معناتها بالباهي بتاعه بالخايب نتاعه كان معناتها لوبجيكتيف هي النجاح تاع الرجل التونسي تحب الاسبيرونس فهمت. دونك تلمو يحب الاسبيرونس ما دي تاي اونترنور قاعد يهبط في كيب وكيب رابحه ولا مش سا سير عليا فهمت. هو عمل تصريح ظهر لي وقتها قال ظلمك صحيح ظلمني ظلمني هذايا معناتها الحكايه هذايا تنجم ترجع له لي هو تقول له معناتها علاش ظلمك اي في شنو بالضبط ظلمني بتاتر كان قاسي معايا في خروجي من الترجي بتاتر معناتها كان ما صبرش عليا شويه مش هو باش يصبر المدرب يصبر هو واش دخل ما هو الخروج كان مش كوره خروج من الترجي مش كره كوره مش كره كوره الحمد لله ربي كونفيرمي قلت لي مش تلعب لا نلعب معناتها لا لا نلعب ندخل مثلا ما لعبش مات الزوز نبدا روبلاسون وندخل تروازيام ماتش يهبطني تيتولير وهي ماشيه كاكا فهمت شنو هي المشكله ماله؟ المشكله شنو هي حسب رايك معناتها انضباط لك هذايا اللاعب هذايا غير منضبط وراه برشا حكايات دونك معناتها خليني نعطيه يمشي عام يموت ظالمك ما وين معناها اخي بالله نسالك سؤال خويا اسلام الملاعبيه اللي تلعب الكل الكلها معناتها كلها تسرق وتاخذ الجول كلها ملاكه ثم عبد بتي وحتى البرا فهمت مي المعلومه كي توصل تبدا اكزاجيري معناتها ليميت معناتها ناقص كم شي يعدموها عليها البشر ولا تبدا هكا جونتي فهمت فهمت فو ثم حكايات بتاتر بتاع ولاد صغار ما تحكيوش حتى في الراديو ما انا عطيتك معناتها انا شنو وصلوا عليك وقت هذا فزت اسهر يتبع في معناتها حكايه الفارق تاعنا معناتها فهمت و اكسترا معناتها هذو مو الحكايات اللي كانت بالدوله مش علي انا برك راهي على الكل ما ظلمكش معناها هنا ولا وين ولا لوم روحك انت الحقيقه تسمع قول لي تنسمع كظلم انا شوف اللوم في حاجه اللوم على روحي في حاجه اللي ما اللي معناتها كي لعبت الكوره كيف ما نقولوا واحد ما تفرجش في الملاعبيه البرا ما تفرجش في بار اكزومبل مثلا يتفرج في قصه حياه اكس ولا يجريك كيفاش وصل كيف ما تشوف اليوم كريستيانو رونالدو يترينا مع وليل و و و اكسترا نلعبوا في الكوره الكوره والانتوراج لاصحاب ما يخليكش حتى تفكر انت ستار انت الفلان داير ليبوك هذيك ميم لي زاجون ما كانوش يدوروا اللي باش يبروبوزي عليك خروج ولا تي كانوا ثلاثه لازم الناس يلعبوا البر كانت اصلا معناتها العقليه نتاع الملاعب التونسي يمشي يحترف في البر بريسك كانت الجمله كلها تخمم في رواحها كلها تخمم في الالقاب تخمم في التيتروات تخمم على بلايصها وبلايصها ما تقعد الكراسي كان بتيتروات دونك ما كانش الحكايه هذه بالكل فهمت خرجت من اسبيرونس وقتها خرجت اي فا 97 مشيت ابري لستا تونيزيا مشيت اعاره معناها مشيت اعاره لستا تونيزيا ستة شهور كالعاده لا والله عام هو قبل ما عندك حتى شواكي باش تمشي ليكيب اخرى تنجم تكون طلبتك ليتوال كنت موافق طلبتك لجروب افريكا ما انت تلعب في الاسبيرونس تمشي ليكيب معناتها اللي تنافس فيها ما يساعدهمش لا هذوما اللي زيكيب دونك انا مع علاقاتي مع شكون باغ اكزومبل طيبه مع جودينا كوا مع بنقردان دونك تمشي لبنقردان فهمتك ما تمشيش لبنقردان ايام... تقعد بطل فهمتك انت كنت موافق على تمشي الاستاد مانيش موافق ما انا على صحه راسي في البوان هذايا واللي هي غلطه فهمت قعدت يجي خمسة سنين نلعب عام وما نلعبش عام نلعب عام ونرتاح عام لين في الاخر طونجيوها فعتا وين ترصات لي مشي لا فسرت علاش تلعب عام ومتلعبش عام على خاطر بالله شوف يا اسلام لو انت تكون تلعب بار اكزومبل مع كل احترامي للفرق الكل فهمت يمكن هاني قلت لك غلطه ونتحمل مسؤولياتها فيك نشوف بار اكزومبل اللي قد ماهوش خير مني كروي ديما نحكي شكون وقتها يلعبوا في بلاستي ما غير ما نذكر الاسامي ماهوش خير مني نحكي ديما كروية مخي مقبلها ما نجمتش نتجاوزها فهمت دونك تلمون قاعد نخمم ونلوج في اما خير اي سورتو الخروج لبرا اللي هي كانت حاجه شبه استحاله تنقى روحي ضيعت عام معاه يجيك واحد يقول لك امورك واضحه وباش نهزك السعوديه طلبتك من على شكون تلقى روحك ضيعت عام صدق اربع ولا خمس سنين من عمري مشاو حرام ما مشيتش للاستاد معناها بالطريقه لا مشيت للاستاد مشيت للاستاد عملت وقتها عام بريسك في الاستاد باهي تعدى والله استاد وقتها البريود هذيك ما كانتش في افضل حالاتها مي الحمد لله معناتها جروسو مودو الحمد لله لعبت سجلت اهداف صحيح ما لعبتش معناتها عام كامل كيف ما قلت لك اصابات ولعبت بعد جاني حتى عرض وانا في استاد تونيزيا وقت من ليكيب فولسبورغ فولسبورغ الالماني تاع بوندسليغا وقتها تروازيام كلاسيف في البوندسليغا وقتها هما جاو يتفرجوا نلعبوا مع ليتوال في زويت نفزنا على ليتوال 2-1 وقت هذايا بالتا من عرفش شنيا لاجون تاعهم جاو يتفرجوا في حد اخر يلعب في ليتوال وانا وقتها بالزهر بيلاس لعبني افون سونتر ما عندناش افون سونتر ما عندنا حتى حد لعبت انا أي. ماركيت بونت ومعناتها عديت ماتش
فهمت؟ وقتها صار الكونتاكت. علاش ما تعملش الحكاية؟ مش انا ما عندي حدا دخل. انا وقتها انا شوف انا صارت لي حكايات في الكوره والله العظيم والله قسما بالله العباد ما تعرفش ما يتوجع القلب بالرسمي. السيرتور بيريود هذيك تو نحكي لك راني في بيريود انا 99 98 99 فهمت؟ وقت عامل كونترا اول ما بدات البروفيسيوناليزم توفى 2000 وقتها ما تبعت 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 عندي شكون السيد يحكي اونجلي ما نحكيش اونجلي يكلم فيا و و و اكسترات فهموا مع الاسبيرونس قاعدين يقدموا حتى ملي فاكس عندي راهو لليوم فاكس فهمت ما عمري ما تكلمت فيه الموضوع هذا اون فاند كونت ما مشيتش. شنو صار؟ ما نفهم شنو صار علاش ما تعملتش الحكايه؟ اللي صار انا نورمالمون كونتراتوي يوفى 99 99 2000 باهي وهي الحكاية ذي عام قديش باش نبدو نفهمين 99 2000 في العام اللي توفى الكونترا نتاعك اي بعد ما عملت مصطاد احكي لك وقت انا في اخر العام تاع عام ريسك عام يوفى الكونترا نتاعي ما وافقتليش الاسبيرونس مازال عندي معاها عام على خاطر فهمت وانت وقتها انت وقتها معناتها يت وين يوجهوك يا تقعد بطل ما وافقوا لكش امور فلوس طلبوا اكثر فلوس معناها ولا شنو ولا ديبرنسيف ما مش موافقين. شوف نقول لك حاجه اخويا اسلام الفتره ذيك راك ما تعرف حتى شيء ما تعرفش على روحك شنو قاعد صاير في دارك وشنو اللي تحكي حتى لي زاجون اصلا ما تقولهمش ما يحكيوش معاك ما نعرفش وقتها يا كانوا مندثرين ما همش موجودين فهمت يا كانوا مندثرين ما همش موجودين يا كانوا يخافوا ما يجيوش لي زاجور ديرك سيرتو من لعبه ديسبيرونس فهمت لي اونسيال ما شنو يخافوا ما نعرفش يخاف يقول لك فك انا اخويا هذا معناتها لا قدر الله يولي مخه معاش في الكوره ولا الروندمون بتاعه يتيح ولا يخمم في الخروج وفهمت يقول لك فك عليه مشاكل ويعرفوا اللي مثلا من الاسبيرونس باش تخرج ارجع انت البريود هذيك ما تلقاش شكون عندنا خرج بريسك حتى حد بعد ثم كان وقتها ثم كان مروان قزمير وقتها خرج صحيح كهو ما ثماش ولد من الاسبيرونس خرجوا معناتها حتى راضي عادي خرج اول الالفينات خالد بدر كي لا خالد بدر يظل بعد دونك رئيس نادي سي ما خلاكش تخرج الاسبيرونس ما خلاتنيش نمشي وقتها الاسبيرونس وقت ما نعرفش انا ما نعرفش شنو اللي صار لومش تلوم لا شويه إيه؟ لا 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 ما لوم حتى حد اللي صار صار تو معناتها هذيك كنت كانت تكون مسيره واحده اخرى معناها كانت نجم تكون اما اذا كان مش نعيش ولا كان تو الحمد لله فرحان اللي عملته فرحان انا بروحي تو ما نحكي لك على شنو اللي صار فهمت من بعد من بعد من بعد نلقى روحي انا معناتها عودت مشيت عملت وقت ارتحت عام ومشيت عملت عام في ثيابي بس يا بي عملت عام طايره برشا ارتحت عام بطال معناها هيك العاده ديما ثم عام مرتاح هذه يتاكد منها ديما ثم عام مرتاح احكي لكم بعد كيفاش رجعت الايطوال حكايه تقتل بالضحك جاي حكايه صدقني ضحك بوردو بون الكونترا نتاعك مازال في الاسبيرونس ولا فيه لهنا الكونترا نتاعي باش نقول لك كيف تشوفه باش نقول لك كيفاش الطريقه اللي فيها من بعد في عام سي بي عملت عام سي بي تعدى عام طياره كيف كيف وقتها ثم وقتها ثم سرتان مونجي عنده مجازان جنرال جيربي هو في منزرت غادي عنده انا جون صاحبه شريكه عنده مع بزنس كنديان سي كيف كيف عرض عليا كذا وكذا 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 قلت له بوركوا با نمشي و و و اكسترا من بعد من بعد نلقى روحي ما نجمش نخرج ما نجمش نخرج ما عندي حتى حل كيف كيف يا نلعب في ليزيكيب اللي يختاروهم لي يختاروهم لي سينو ما نجمش نلعب حتى باش نمشي يا سيدي نعرض خدماتي على كلوب افريكا على ولا على سفاكس على اي فريق يا خويا نعرض خدماتي على تتوين انا حر فهمت ليسونسيال نلعب في كيف نرتاح فيها ونحب نلعب فيها فهمت ما عنديش الفرصه هذه فهمت وقتها كان معكم الله يرحمه ظهري الهادي برخيص في المجموعة توفى 97 رحمه انت كنت موجود في ذاك نتاع اولمبيك اليوم نلعب احكي لنا شويه تفاصيل ما هو ما يعرفش العباد على الماتش هذاك نهارتها تفاصيل نتاع الماتش هذاك نهارتها بون الماتش هذاك هو بون كان ماتش اميكال في بيريود تاع تريف وقتها جاتنا وقتها البيريود هذيك مع السيد خالد بن يحيى جاتنا اليوم باش نلعبوا معاه ماتش اميكال وقتها هادي معناتها اللي نتفكروا وقتها قعد جمعتين ذولي ما ترناش في قرقنا موش حاضر اصلا الماتش فهمت وبعد قعدك رجع جانا ماتش هذا جانا ماتش هذا وقتها جانا ماتش اميكال مع اليوم وقت نفدلكوا في التيران انا وياه انا وقتها طاح بيا الكابيتان نتاعهم ما فيه ما يتوصل لقتني لان جيت ناخذ معك بالراس لحد شيء راسه هكا يضحك علي هادي وانا نلعب بيفو وانت الله يرحمه كارير جوش ادخل خذ عليا شويه بالراس وانت بوان فور يضحك قال لي كان تشوفني نحس فيه انا معناتها نضحكوا بالله كاو وقتها
هذيك مازال كيجا البدراوي ليسبيرونس اول ماتش ليه باش يعمل وقتها مش تيست مي باش يقدموه للجمهور خاطر هو وقتها كونفيرمي معناتها ملاعب كبير وبيتور وحاسيلو كاو في الميتون انا ما نكذبش عليك باش نموت بالتعب انا وقت اللي دار هو السيد خالد بن يحيى قال معناتها شكون تعب شكون مازال شكون تعب شكون ماش يحب يلعب نخاف حتى باش نهز يدي يقول انا فهمت يا خويا قال فهمت ماذا بيا الهادي وقتها بجنبي الله يرحمه قال راني تعبت ماش نجم نلعب ابون قسما بالله هادي وقتها تفكرها الفيتامين هذيك اللي بصاه لبسة الحمر تحط كاس ما تحط فيه كعبة هذه وقتها حتحكها كاملة لا يرحمه في دبوزة ما صابرين كبيرة فهمتني تعب تعب معاش ينجم اشربها الكل قالوا معاش ينجم قالوا كمل كمل ما بش يصير لك حد شيء كلا أبون وقسم بالله خالد بن يحيى في ماتش أولمبيك اليوم قال أي في الفيستير أي قالوا كمل العب فهمتني وكمل العب فهمتني بون شوف ما يتحمل مسؤولية حتى حد ما هذه حاجة ربي فهمتني بيان سويت عمالة بدي ما نحكي اللي صار فهمتني وكاهو فوالا وتوفى بعد كيفاش كانت ردة الفعل في الفيستير؟ حتى ردة فعل فهمت شنو؟ نتاعكم كيفاش تقبل ولا ما سمعتوش وقتها انتم؟ يا ودي شوف هي الكلمة ذيك ما ينجم أي أونترونور يقولها لك أبريتو خي وش داخل في عالم الغيب. لا لا مانيش نحكي على على خالد بن يحيى كيفاش تقابلتوا معناها الأخبار نتاع وقتها يوصل لك أنت مثلا الأخبار نتاع وفاة الهادي بن قيس؟ في التيران صدمة صدمة أما حتى حد ما دخلت مخ حتى حد في التيران علاش على خاطر خاطر اول مره تصير حكايه كاكا قدامنا ما شنو معناتها فقد الوعي كنا ماشي في بالنا فقد الوعي داخ فهمت داخ فهمت ما عطيناهاش الحكايه معناتها امبورتونس لحد لطفي ربي معناتها الموت وقتها الله يرحمه من بعد سمعنا في الكلينيك اللي هو هز الكلينيك توفى فهمت الله يرحمه ينعم ما كانش ما اش قال وقتها خالد بن يحيى ما مش اش عمل هو معناتها ما عنده مش يقول هو معناتها كلمه قلت لك تتقال حد ما هو داخل في علم الغيب انا حكيت لك صار انتيجرالمون رغم اللي هو قال شكون يطلب شكون يتعب اي اونترونور في العالم يقول شكون تعب فهمتني ساعات انت تقول له لا يبدا مازال حاجته بيك ولا ما عندوش شكون يعاود يقول لك برا بركه شد روحك يقول الكلمه هذه شكون تعب معناها انه باش يعب باش يبدلوا اللي تعب يبدلوا سينو ما يقولهاش ولا سمعتني قلت لك ولا لا هو يقول شكون تعب سيفري النجم تو انتم قاعدين ثلاثه من الناس قدامي ومن تلمو معايا يقول شكون تعب الاولاد فهمتني انا حاجتي بيك انت قال هذاك تعب كان تقول انت تو نقز عليك تقول لك ارتاح ديريكت قال هذاك بس حاجتي بيك كمل بركه اللعبه راهي حاجه عاديه نحكي راه ماهيش جريمه فهمتني واضح باهي مازلنا مواصلين في الحوار نتاعنا مع مروان البكري نمشيو للاخبار مع فدوى تركي بعد مواصلين حتى الخمسه بتاع العشاء تابعونا على راديو اكسبريس اف ام.com